اهلا بيكم في مطبخي، مطبخ شيماء عبد الغني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هنعمل مع بعض النهارده رز بالكبد والقوانص والخضار، وهوريكم ازاي تضيعوا زفاره الكبد والقوانص. يلا نقول بسم الله مع بعض ونعرف المقادير. معايا معلقة فلفل أسمر وبهارات وملح وسكر ومكعب مرقة، طماطم، كوباية رز، بصلاية متقطعة أو مبشورة عادي، فصين ثوم وليمونة، وهقول لكم الليمونة هنعمل بيها ايه دلوقتي، فلفل أخضر متقطع وبسلة وجزر وكبد وقوانص، ومعايا خل كمان عشان ما ننساش. ازاي بقى نضيع زفارة الكبد والقوانص؟ معايا مية مغلية فيها معلقة ملح. اول ما تغلي المية هننزل فيها الكبد والقوانص. وهنقلبها حوالي تقلبتين ولا حاجة لغاية لما تطلع كل الزفارة اللي فيها. شايفين قد ايه طالع على وش المية؟ شايفين الريم قد ايه؟ بس كده خلاص. هناخدها بقى ونصفيها ونشطفها تحت الحنفية شطفة سريعة. اهي شكلها بعد ما اتشطفت. هنتبلها بقى عشان الزفارة. نحط عليها معلقة فلفل اسمر ونعصر ليمونة الطريقة دي جميلة قوي هتعجبكم. ما ننساش كمان معلقة الخل. تمام كده بقت جاهزة معانا وما فيهاش ولا زفارة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. طيب هنقدح الزيت على النار وهننزل بقى الكبد والقوانص ونشوحها تشويحة. خلاص كده ما فيهاش زفارة خالص خالص خالص. جربوها والله العظيم هتعجبكم جدا، فيهاش ريحة الزفارة. هي شوحناها تشويحة. نزل بقى عليها البصل والثوم وبرضو نقلب تقليبتين ولا حاجة. ايوة كده. نزل الفلفل، فلفل اخضر، ونقلب. كل ده على نار عالية. لما كله يتشوح مع بعضه هنبتدي بقى ننزل الخضار بتاعي. تمام كده خلاص نزلنا الجزر والبسلة. هنقعد نقلب برضو تقلبتين نشوح يعني كل الخضار مع بعضه مع الكبد والقوانص. تمام نفضل نقلب يا جماعة
لغاية لما تاخد تشويحة كده على النار، تشويحة حلوة قوي. خلاص كده هنكب بقى الطماطم، هنسيب بقى الخليط مع بعضه لغاية لما الطماطم تتسبك معايا، هوريها لكم وهي بعد ما اتسبكت. اهو شكلها يا جماعة. خلاص وقت بقى جه وقت ان احنا ننزل الرز. لو تلاحظوا انا خليت التوابل للاخر خالص. هنحط بقى التوابل كلها اللي احنا قلنا عليها، ملح وفلفل وسكر ومرقة دجاج وبهارات. هنقلب الرز كده، خلاص مش محتاج معايا مية، هي كده ميته مظبوطة حلوة قوي، مش هحط له مية ولا حاجة. تمام كده، نغطي بقى عليه ونسيبه لما يتشرب خالص ويستوي. ايه رأيكم بقى بعد ما استوى؟ من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادي شكلها، وجبة غنية جدا بالفيتامينات ومفيدة، فيها خضار وفيها كبد وقوانص، وجميلة جدا مش محتاجة اي حاجة جنبها خلاص. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.